لاحظ اليوم اكيد كريس كمان ممكن يكون عنده شغل حكاني هلا. لاحظ الاكزامبل معي هون، اسمه اذا بدك وين لوز اند بالانس، بيحكي عن اكزامبل اشتغلنا قسم منه بس اكيد بدنا نطوره اكثر. مألف هذا الاكزامبل من تقريبا شي 6 او 12 ليبلز مع صورة. وفي حال انت رح تكبس كبسة سبين، في حال ربحت رح ينزيد 100 دولار بحسابك، في حال خسرت رح ينخصم لك 10 دولار. استاذ بس فينك ترجع تعيد لانه راح عندي أكيد الانترنت وهلا لازم أكيد يرجع. أكيد. الإكزامبل لاحظ مؤلف من 6 و6 12 ليبلز صورة وثلاثة بطن. سمعني؟ ايه سمعك يا استاذ. أوكي. الهدف منه إذا كبست كبسة سبين، إذا ربحت راح ينحط 100 دولار بهالخانة هاي اللي ما تحت الوين، يعني بتربح 100. إذا كبست وما اجوا ثلاث أرقام مثل بعض بينحط 10 وبينخصم البالانس تبعك. يعني هي مثل جيم معمولة على الفيجوال بيزك، هدفها تقوي قدرتك بتحليل واستعمال الفاريبل بالميموري. أكيد راح ينعمل له لكريس لأنه ما حضر معنا، التسجيل له تنبعت. لكن إذا فيك تبلش بصياغته، نحن أخذنا مرة قصه منه بس ما كفاني على الأخير. اوكي يوسف، اوكي استاذ. لكن بلش خلق بروجكت جديد. حط صورة، اول ست ليبل فوق، تاني ست ليبل تحت، نم 1 نم 2 نم 3 من غير اسمائهم، وتحت تحط زيروز، بعدين وين لوز بالانس مثل ما شايف الشكل اللي عندك اياه. شوف طلع عندي يوسف، بين الشكل التاني، لاحظت؟ مبين الصورة اللي عندك؟ استاذ باي لاحظ كبست سبين، هاي كبسة. شو لاحظت؟ اجا 3 1، يعني ثلاث ارقام مثل بعض، صحيح؟ صحيح. يعني ربحت، طلعت الصورة وانحط 100 هون، لاحظت؟ بحسابك. ماشي؟ ماشي معي؟ ايه اوكي استاذ. راح اكبس كبسه تاني، خليك معي، كبس كبسه سبين. هالمره خسرت، لاحظت؟ اختفت الصوره لانه ما اجوا مثل بعض، ونحط 10 باللوز بخانه الخساره. 100 ناقص 10 قد ايه بقي لك؟ 90 90. كبسه ثالثه، كبسه ثالثه كمان خسرت، ما ظهرت الصوره، صار بالخساره عندك 20. 100 ناقص 20 80، وهكذا. لاحظت الفكره وينيه؟ ايه استاذ. لكن هاي مثل جيم اليوم، لكن احنا مثل ما قلت لك عندنا بعد مره تنخلص الكورس. اليوم كان اتفقنا نعمل شيء مثل جيم، حطيت اكيد بنحط كويت تاون اذا بدنا نطلع منه، وهيك بيرجع الشكل. هذا الشكل اللي عندك اياه فيك تبلش فيه. استاذ يعني هيدي انه اخر ساعة. لا بدي اعطي بعد مره، اوكي عم بعطي اكسترا زياده انا مبدئيا الوقت خلص، بس بعطيك بعد مره next time. ما تنسى بأول ثلاثة ليبل بنحط نم 1 نم 2 نم 3، تحت منهم بالليبلات بنحط زيروز، برجع بعمل ست ليبل تانيين وين لوز بالانس. اوكي واكيد كل شيء عم نشله عم نبعته لكريس. كريس اخذ دوام ليلي اللي هي ما راح في تابع معنا، بس عم يقرا كل شيء ببعضه. ما تنسى الصورة عملها اذا بدك الفيجوال، فيجوال فولس اوكي من شيء ما تظهر.
لكن بعد ما تحط الصورة أكيد تحط بيكتشر بوكس، بتحط صورة وبتجي هوني على الفيزيبل تعمله فولس مش هي ما تطلع الصورة لما تشغل بروجرامك. لما يخلص الشكل اللي وبعت صورته إذا أمكن، ما تنسى في 3 بوتومز هون. بوتوم اسمه كلير، بوتوم سبين، وبوتوم كويت. ماشي حال عندك يوسف؟ ايه استاذ، ماشي الحال، بس ما فهمت انه كيف مثلا بدي اخفيها للصورة يعني. بتوقف على الصورة هون، ما ظهر عندك بروبرتيز على يمينك هون؟ بلا يا استاذ ظاهر. في شيء اسمه هون visible بديل فولز، بديل ترو بتعمله فولز، لكن هون اقبص مثلا، اقبص اول شيء على الصورة. صحيح بيفتح البروبرتيز على يمينك، بتفتش على الفيزيبل بالبروبرتيز بالخصائص وبتشيل الترو بتعملها فولز. اول شيء نزلت صورة، حطيت بيكتشر بوكس. ايه استاذ، حطيت بس موجود عندي لوكد، موجود عندي فولز وترو. ايه بتحط فولز للفيزيبل اكيد شيك مثل عندي. استاذ انا هيك انفيزيبل مش موجودة عندي. ما بيصير، كليك على الصورة، رجع اعمل كليك على الصورة وطلع على البروبرتيز على يمينك. ليكوني هون لكن بعمل كليك على الصورة ليصير سيلكشن عليها، وبفتش بالبروبرتيز على يمينك، بضل بنزل ليطلع ميزة تحت السايز مود اسمها فيزيبل. استاذ والله مش موجودة عندي. طيب هلا بشرح شيء انا وياك. اول شيء حط الليبلز، ايه عملت كل شيء يا استاذ. حطيت زيروز هون 3 تحت منهم مثل ما عامل انا. لا لا والله يا استاذ، هلا هلا برجع بحط. يلا رتبها. انا خايف انتبه، اخذت بيكتشر بوكس مثل هيدي الاكوانيه على يمينك، حطيت بيكتشر بوكس رسمتها بالاول هيك ايه استاذ رسمته. ونزلت صوره مش هيك؟ ايه ونزلت. هلا برجع بتاكد انا وياها، لانه هون بس توقف انت بكون عندك ايمج، تكبس على الايمج بتنزل صوره بالاول. ومرا ما تنسى استاذ انا خلصت. بقي اعملها رن. عملت رن ايه استاذ حطيت. لما عملت رن ظهرت الصوره. ظهرت. ايه نحن هدفنا ما تظهر لتربح، فهمت ليش بدي اخفيها انا؟ اوكي فهمت عليك يا استاذ. هلا وقف الران، يعني اعمل ستوب محل طلع عندك مثل مربع، بوس مربع بيوقف الران بيرجع لشكله هيدا. ماشي ايه ماشي استاذ. طيب. لما رجعت للشكل الطبيعي مثل عندي، وقف على الصورة كبسة بسيطة على الصورة، بينت البروبرتيز حدك على يمينك. ايه بينت استاذ. طيب فتش لي بالخصائص على شيء اسمه visible. ليك وين هي هون. ايه شفته شفته يا استاذ، اخر عظيم. شيء. بدل ترو حطها فولس. ايه حطيتها يا استاذ. عمار ران هلا.
ما بينت الصورة. Very good. هذا المطلوب. ماشيين سوا. Very good. مش الحال؟ ايه مش الحال استاذ. طيب لك شو بدك تعمل هلا؟ بدي فوت هلا اعمل اخلق variables. كيف؟ بعمل دبل كليك باي محل فاضي وبطلع لفوق على الكود. فت على منطقة الكود. ايه فتي يا استاذ. في عندك شيء فوق بالاعلى بدك تطلع لفوق اسمه public class كذا، تحت منه بدي اخلق اثنين variable win ولوز as double. اطلع لاعلى منطقة ايه الكود استاذ شفته. تحت منها، يعني منطقة مستقلة برات البوتوم. اوكي قل لي قري لي، في عندك public class مكتوبة؟ ايه شفته شفته. تحت منها بتكتب public win فاصلة lose as double وحط enter وما تمحي شيء تاني. ايه استاذ خلصت. عمار رن لنشوف اذا في شيء خطأ. لا ما في شيء طلعت لي Very good. الصورة يا استاذ. لو اوضح لك شو معناته اللي كتبته انا. كتبت انا public win lose as double، يعني خلقت اثنين variable بالذاكره بالميموري، واحد اسمه win للربح يعني لخزن اللي بربحهم، وواحد اسمه lose للخساره. as double يعني ارقام فيهم فواصل كبار، يعني بيسعوا كتير حجم كبير. double معناتها في مسموح تحط فاصل. اوكي حارجع انا وياك للشكل العادي، بس قل لي هيدي الصفر الاول عندي مكتوب ليبل 4، عندك شو رقمه؟ ماشي الحال استاذ. اوكي كتبنا هو كلهم. خلاص كتبتهم؟ استاذ انا كتبتهم بس عم يطلع لي غلط. اوكي صور لي الكود شوي، هاي الكود من هون مثل انا عندي صور لي اياه. يلا اوكي لايك يوسف اول خطأ وين؟ سمعنا يوسف؟ ايه سامعك استاذ. لاحظ اول خطأ picture box 1 dot visible equal true، انت حاطط بريسل يعني فيها شيء مكتوب غلط مثل ما كتبها انا لك وني هون. هي كبرت لك اياها، جاء اول شيء صلح هي. لكن picture box 1 انت حاطط ال1 حاطط braces ما له شغل. بينت عندك؟ ايه استاذ. ها اول خطأ بس يخلص اللي ايه خلصت. الثاني ورا الالس. ناسي الاند اف هون، هاي نسيها، هاي مش كتبها بالمرة، ليك الاند اف مش حطتها. ماشي بعدين فرد مرة ورا الاند اف اكتب لي هالثلاث جمل هودي. ليبل 10 دوت تاكس ايكوال وين، ليبل 11 دوت تاكس ايكوال لوز، وليبل 12 دوت تاكس ايكوال وين ماينس لوز. استاذ بس قصدي ما سمعتك. استاذ قصدي ما فهمت انه بالالس. ما فهمت شو بدي اعمل. ايه انت وصلت لهون الالس، في عندك هيدي الاند اف مش كتبها،
هاي. اوكي. بعدين تحت منها اكتب الليبل هاو اللي كتبهم انا. لك وانا فرجيك اللي عندي اياها، تعال شوف. لك وينني ها، شايف وين؟ هون. او ايه اوكي استاذ. بس تخلص اعمل ران، واذا ضل في ايرور برضه صور. استاذ حطوا لي غلط، بس انه انا متاكد انه كله صح. صور لي اياها شوي، الكود رجع بعت لي اياه. إيه لك الخطأ وين؟ هذيك الفيزيبل مكتوبة غلط تحت الالز يا يوسف. رجعت بيها صح، فيزيبل مثل ما كتبها هون انا. سمعتني يوسف؟ ايه يوسف؟ ايه استاذ مش الحال. مرة ايه عملت مش الحال. عظيم. طيب هلا عملت ران كبوس سبين شو عطى عندك؟ عظيم، خسرنا يا استاذ. فيري جود. قد ايه صار خسارتك البالانس؟ ناقص 10. ناقص 10. كبوس كبسه تاني بعد. خسرنا كمان. قد ايه صاروا؟ ناقص 20. فيري جود، بلش البروجرام يشتغل. ضلك كبس لتربح، ماشي يا استاذ. وبس تربح قل لي اذا اشتغلت او لا. قد ايه صار حجم الخسارة؟ استاذ ربحنا 100 وعندي خسارة 220، اكسلنت، نحن صعدناها عليك البالانس لانه كان غيرنا ارقام. 120. عمليا هيك بتصير الشغل يوسف، لاحظ كيف بيشتغلوا؟ هيك بيشتغلوا البروجرام. ماشي. ايه ماشي استاذ. هلا عندك اثنين بوتوم بعد ما خلصوا، عندك بوتوم كويت وبوتوم كلير، صحيح؟ ايه صحيح. طيب وعمال ستوب هلا لنفوت ندخل داتا جوات هاتنين بوتوم. عملنا ستوب يا استاذ. عظيم، بجوات الكلير دبل كليك لنفوت نشوف شو ما نعبي فيه. ليك شو بتعبي فيه لكل هودي ها؟ هاو اللي علمت لك اياه هون. اوكي. وين ايكوال صفر، هيك عم بتصفر. لوز ايكوال صفر، ليبل 10.txt equal nothing و11 و12، بتكتب الخمس تسطر جوات هذا البطن اللي اسمه كلير. مش الحال يا استاذ، ظبطت. بقي عندك البطن الثالث بتحط فيه كويت، الكويت بتحط فيه اي ان دي. لكن البطن الثالث بتحط فيه اي ان دي. ايه مش الحال يا استاذ. شغل هلا لنشوف البروجرام تبعك. قالك بدي خليك تربح، لك شو بدك تعمل؟ اذا حبيت تربح بسرعه بدل ثلاثه هون حط اثنين. هيك
بتصير تربح بسرعة. ربحنا يا أستاذ. ها شفت كيف بصير بهالأوضاع العامة، بس تصير في زعبرة تربح بسرعة. ماشي مش أستاذ. يلا فيري جود، ننتقل لفكرة تانية. أوكي أوكي. مثل العادة، إذا حبيت تشيل الأبليكيشن تبعه وتحطه على الديسكتوب مش غلط. عرفت كيف تشيل الأبليكيشن؟ EXE.